انا بشكرك طبعا، وبشكر قناه الاهلي، وبشكر كل جماهير النادي الاهلي، وبشكر اعضاء النادي الاهلي، وبشكر لجنه الكره ومجلس اداره النادي الاهلي على الثقه اللي الدول احد ابناء النادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يوفقني كده في قياده هذا القطاع ان شاء الله الفتره القادمه ان شاء الله. دي اوامر، والله بكلمك جد باوامر، وانا ابن النادي الاهلي زي ما انت قلت، وبعشق النادي الاهلي، وفي اي مكان النادي الاهلي يطلبني لازم اقول اوكي حاضر. وانا دائما بشترق، ما بشترقش على النادي الاهلي اي موقع ان هو بيحطني في مدير فني الفريق الاول، مدير فني فريق الشباب، مدير قطاع الناشئين. الحمد لله انا دائما بستجيب لرغبه مجلس اداره النادي الاهلي، لاني انا حياتي كلها وبيتي الاول هو النادي الاهلي. اولا يمكن انا بشكر الدكتور عمرو ابو المجد ان هو طبعا كان في قياده قطاع الناشئين السنه اللي فاتت، وانا الحمد لله يمكن برضو اشتغلت في قطاع الناشئين كتير وعندي خبره كويسه، وان شاء الله انا بحاول بقدر الامكان ان احنا يبقى عندنا مواهب تفيد النادي الاهلي مستقبلا ان شاء الله في الفريق الاول، لان هدفي الفريق الاول، وقبل البطوله هدف الفريق الاول ان احنا نطلع لعيبه على مستوى عالي، والمستوى العالي ده بيتطلب حاجات كتير جدا. بيتطلب النهارده المدربين تبقى عينيها كويسه على اللعيبه، بيتطلب النهارده تدريبات الفرديه للعيبه الموهوبين، بيتطلب قياسات، بيتطلب حاجات كتير جدا للعيبه عشان لما يطلع الدرجه الاولى يبقى فاهم حتى في اسلوب اللعب وتكتيك اللعب. فكل هذه الامور ان شاء الله في منظومه قطاع الناشئين ان شاء الله انا بحاول بقدر الامكان ان احنا مع المدربين مع الاجهزه الفنيه نحاول بقدر الامكان نخدم قطاع الدرجه الاولى ان شاء الله. وطبعا انت زي ما بتقول يمكن النادي الاهلي دائما في قطاع الناشئين الحمد لله كان بيطلع لعيبه مميزه وبيطلع لعيبه الفريق الاول، وده هدف بيسعى ليه دائما قطاع الناشئين في النادي الاهلي، بيخدم المنتخبات الوطنيه في عدد كبير من اللاعبين، بيخدم ايضا قاعده عريضه على فكره من اللاعبين وبيستفاد منها الانديه الاخرى. فكل هذه الامور قطاع الناشئين في النادي الاهلي لو جيت بصيت في اي فرقه في الممتاز دلوقتي حاليا هتلاقي 2 لعيبه على الاقل في اي فرقه من الدور الممتاز من قطاع الناشئين. قطاع الناشئين ايضا ملزم باحراز بطولات، واحراز بطولات برضو على مستوى الجمهوريه وعلى مستوى المناطق، لان دي برضو بتبقى دائما محل كلام كتير قوي الناس ان ازاي فرق النادي الاهلي وازاي قطاع الناشئين في النادي الاهلي ما بياخدش بطولات. ولكن انا زي ما قلت لك الهدف الاول في المقام الاول عندي وعند الاجهزه الفنيه ان شاء الله ان احنا بقدر الامكان نطلع لعيبه لقطاع الدرجه الاولى ان شاء الله. يعني اي حاجه بتبقى اذا ما فيها ايجابيات وسلبيات، واذا كان هناك تقرير من الكابتن الدكتور عمرو ابو المجد بالسلبيات بحاول بقدر استفاد من هذا التقرير اللي هو بعته لنا، وان شاء الله كل السلبيات دي بحاول بقدر الامكان ان احنا نحولها لايجابيات عشان صالح قطاع الناشئين في النادي الاهلي وعشان صالح النادي الاهلي، لان النادي الاهلي زي ما انت قلت لي كده يعني نادي بطولات، نادي بيخرج ناس كتير قوي، نادي على مستوى حتى لاعب المنتخب بيطلع لعيبه كويسه. فاتمنى ان احنا نستفاد من السلبيات اللي الكابتن الدكتور عمرو ابو المجد قالها في تقريره نستفاد بيها ونحاول بقدر الامكان نحولها لان شاء الله ايجابيات يستفاد منها قطاع الناشئين في النادي الاهلي. لا وبص طبعا الاختبارات يمكن انا كنت فعلا كان من المواضيع اللي بتؤرقني كتير جدا عشان عايز ابتدي بدري، لان في انديه ابتدت بدري، ولكن برضو احنا كان في شويه امور اداريه الحمد لله يمكن الاستاذ محمد مرجان سياده الامام محمد مرجان ساعدنا فيها وقدرنا نخلص موضوع الاستمارات، وان شاء الله اعلنا ان شاء الله كده والخطابات راحت ان احنا يوم 30/6 هنبتدي اختبارات الناشئين في النادي الاهلي ان شاء الله. والله بص احنا عاملين على مراحل، يعني مش عاملين على مراحل، وهي تقريبا يعني 3 مراحل هياخدوا حوالي 12 يوم، من 12 يوم ل 15 يوم، عشان برضو بعد كده في اختبارات الاعضاء، وبعد كده ان شاء الله اختبارات المحافظات، وفي نفس الوقت هيبقى في اعداد للفرق اللي عندنا في القطاع، هيبتدي فتره اعداد ان شاء الله. يعني قطاع الدرجه الاولى قطاع طبعا المهم جدا في النادي الاهلي، واللي اي وقت بيطلب اي لعيبه ما تقدرش نقول لا. قطاع 97 لو طلب من عندي من 99 اي لعيب مش هقدر اقول لا، لان قطاع 97 دائما هو اللي تحت الدرجه الاولى، هو دايما الفريق البي تحت الدرجه الاولى. فاحنا بيبقى في تعاون بيننا وبين بعض في الحته دي كتير جدا، بغض النظر اذا كان حتى اللعيب او 2 لعيبه هيأثروا في الفرقه، ولكن مصلحه الاعلى دائما هي اللي بتبقى في سياستي انا. مش هقدر ارفض لا للدرجه الاولى ولا لل 97 اي لعيب. انا شخصيا ليه هدف وليه هدف حلم الحمد لله، يعني اتمنى ان انا احققه برضه من خلال مساعدتكم من خلال قناه الاهلي، ان هي تصوير مباراة الاهلي بصفه والاعمار الكبيره 99 2000 2001، وابتدي اعمل لقطات او من الماتشات اللي عندكم ابتدي اعمل لقطات للاعيبه الموهوبه تساعدني فيها من اللاعيبه الموهوبه عشان يبقى عمليه التسويق للاعيبه دي من خلال ان شاء الله قناه الاهلي.